صح الدراري الدريات، المهم العائلة، لا فامي، لي زامي، ليديز اند جنتلمان، السلام عليكم. معكم البي بي سي، عاوتاني اليوم فيديو جديد. هذا الفيديو ما غاديش يكون فلوج، غيكون فيديو هكاك، نهضر شي حوايج شي حوايج مهمين. شحال من واحد تيسولني فهمتي في الفيسبوك، في الواتساب، في السوشيال ميديا كاملين تيسولني على كيفاش نمشي الامارات، كيفاش نهاجر، كيفاش نطلع الفيزا، شحال البيي، المهم شحال شي تساؤلات. وانا ما نقدرش نجاوب اي واحد ولا اي وحده، نعطيها مثلا ساعه ولا ساعتين اللي ما قالناش. شحال ديال بنادم تبارك الله. المهم انا اليوم نحاول ندير واحد الفيديو، وهذا الفيديو الاول في هذه السلسله ديال الفيديوهات. غنبقى ندير لكم كل فيديو ونشرح لكم كيفاش مثلا تدفعوا الفيزا، كيفاش تلقى خدمه، فين غادي تدفع. ولكن هذا الفيديو باش غنبدا الفيديو الاول، يعني الفكره ديال هذا الفيديو هذا، واش انت اصلا مؤهل تهاجر؟ فهمتي، واش انت مؤهل ولا كاليفي تهاجر؟ ماشي غير الامارات فين كاين انا، ماشي غير الامارات العربيه المتحده، في اي دوله، في اوروبا، في استراليا، في كندا، في امريكا، المهم في اي دوله في العالم. واش اولا سول راسك، واش انت بعدا عندك القدره فهمتي ولا مؤهل باش تهاجر؟ يعني شحال من واحد فهمتي انا بالتجربه ديالي الخاصه تلاقيت مع ناس هنا فهمتي في شكل، كل واحد والاستوار ديالو، كاين اللي نصبوا عليه، كاين اللي داو ليه فلوسو، كاين اللي مثلا ضرب شي كونترا من هنا، من هنا، وجا من المغرب، هبط في المطار ما كاين اللي تلقى ليه، ما كاين لا خدمه، لا كونترا، لا سكنه، لا ماكله، لا والو، وصدق بنادم لا هنا لا لهيه، فهمتي، مكرفص. انا ما بغيتشكم تجيو تكرفصوا فهمتي، ما بغيتش يضحكوا عليكم الناس فهمتي، مع الكونترا، وبراند تيشري كونترا خمسة د المليون، ما عرفت انا فين غادي، راه صاحبي على الامارات، ما غاديش الامريكان ولا ما غادي الانجليز ولا ما عرفت السويد، راه الامارات صاحبي. راه كاين، تلاقيت انا مع بنادم، داكشي اللي عشت انا، داكشي اللي شفت انا بعينيا، راه تلاقيت مع بنادم خدا كريدي وغرق كريديات في المغرب باش يجي لهنا مثلا يضرب كونترا فهمتي، ويجي وصدق والو، لا خدمه، لا ردمه، لا الصالير اللي داروا معاه في الكونترا، ماشي داكشي اللي غيلقى هنا. يعني داكشي انا ما بغيتش بنادم يطيح في دوك المشاكل، حيت لقيت انا بزاف ديال الناس خصوصا المغاربه بزاف، عشان دابا اللي هنا ما خدام مرد مع اشومور فهمتي، احسن لي يبقى في المغرب. المهم واش انا هاد الخلاصه، المهم الخلاصه ديال بلا ما نطول عليكم، نطرح لكم ديريكت الموضوع. فكرت ندير لكم فيديو ونحط لكم 10 الاسئله فهمتي، سوري، 10 الاسئله وانتم تجاوبوا عليهم. المهم كل سؤال جاوب عليه نعم ام لا، يس نو وي نو، جاوب عليه، وفي الافان ديال الخلاصه ولا النتيجه تشوف انت واش مؤهل تهاجر. كما قلت لكم ماشي غير الامارات العربيه المتحده، في اي دوله بصفه عامه، ولكن انا بصفه خاصه نهضر لكم على الامارات العربيه المتحده. المهم انا حطيت لكم دابا الاسئله هما في هذا الكتيب هذا، حطيت لكم الاسئله، غادي نطرح عليكم الاسئله وانتم تجاوبوا صافي. يلا شحال من واحد تيجي فهمتي كيهاجر كيقول لك اش داني، اش مشيت، علاش ما بقيتش في بلادي، احسن لي انا كل اخر بزواتي. فعلا كاين بلا متكرفص. المهم انا نعطيكم ديريكت لي كويستيان ولا لي كويشن، فرست كويشن، السؤال الاول، واش انت محتاج تهاجر اصلا فهمتي؟ شوف الوضع ديالك في المغرب، واش انت خدام، واش كتقرا، واش عندك واحد العائله تصرف عليك فهمتي، واش ميسور في المغرب، واش انت، المهم السؤال الاول هو واش انت محتاج تهاجر ولا تسافر اصلا. المهم جاوب على داك السؤال بيه ولا لا، ومن بعد غادي نقول لكم انا شنو كاين. السؤال الثاني، ذا سيكند كويشن، شحال السن ديالك ولا كم عمرك باللغه العربيه تعرف؟ يعني مثلا كاين الى السن ديالك قل من 20 سنه، مثلا 18 19، بلا ما تجي غادي غتكرفص فهمتي، مع مثلا 20 عام يقدر يكون عندك مثلا ديبلوم، يقدر يكون عندك باك بلس 2 ولا باك بلس 3، ومازال ما عندك ليكسبيريونس، مازال ما عندكش ليكسبيريونس ديال الخدمه، حيت الاكسبيرونس مهمه جدا. المهم
شحال العمر ديالك؟ الى عمر ديالك اقل من 20 سنه بلا ما تجي، بقى تما قرا ضرب الاكسبيريونس وعاد تفكر تجي. ولكن العمر ديالك اكثر من 36 سنه عاوتاني بلا ما تجي، مع هاد البلاد تي بريفيريو يخدموا الناس اللي يجون طاقه شابه، فهمتي بحالي انا طاقه شابه يعني احسن من ما يخدموا شي واحد كبير، فهمتي مع هنا راه كاينه الخدمه. المهم انت شوف، انا نعطيكم انا بينو بين السن اللي مزيان باش بنادم يكون عنده حظ يلقى خدمه بين 22 عام حتى 36 سنه، يعني ما ماشي قل ماشي اكثر. انا المهم نعطيكم انا هاد الاسئله اللي غنعطيكم دابا ماشي اسئله حتميه، فهمتي. المهم انا نعطيكم انا شي اسئله تقريبيه، انت جاوب بينك وبين راسك بكل صراحه، بينك وريح مع راسك، قيد الاسئله في ورقه وبقى تجاوب يس نو يس نو، وفي لافان انا نقول لكم الخلاصه. المهم السن بين 22 حتى 36 سنه. السؤال الثاني، السؤال الثالث، سوري السؤال الثالث، واش عندك خبره في شي مجال؟ واش عندك خبره في شي مجال، مثلا اي دومين، فهمتي مثلا في الفندقه ولا في الكونتابيليتي ولا في المبيعات السيلز ولا في العقارات ولا في البني، المهم كباص الحلاقه، المهم واش عندك شي خبره في شي دومين؟ اوكي، الا عندك خبره راه مزيانه. والسؤال الرابع، واش قاري، واش عندك شي ديبلوم، واش عندك شي ديبلوم شي مجال تاني؟ حيت هنا الخبره و الدبلومات شواهد كيحطوهم في ميزان، فهمتي. يعني عندك ديبلوم وخبره يعني في مجال يقدر تلقى خدمه في المجال ديالك، وفاش باش مزيانه هي باش مزيانه هاد العيبه هادي، يكون عندك ديبلوم ويكون عندك خبره غتلقى خدمه مزيانه وما غاديش تكرفص، وتلقى خدمه بسالير زوين، فهمتي، يقدر دوبل لك سالير تريبل لك سالير. المهم شوف انت واش عندك شي ديبلوم شي مجال. السؤال الخامس، واش عندك شي واحد هنا يتكفل بك، فهمتي، واش عندك شي واحد في الامارات العربيه المتحده ولا في شي اي بلاصه مشيتي ليها، واش عندك شي واحد تما يتكفل بك، فهمتي، يسبونسوريك مثلا، يجي المطار يتلقى لك، تريح معاه في الدار واحد المده ديال شهر باش تتقلب على خدمه، المهم حتى تسقي راسك حتى تعرف فين غادي منين جاي، فهمتي. واش عندك شي واحد اللي يتكفل بك هنا مثلا، يديك يتلاقى في المطار ويديك الدار عنده، تسكن عنده واحد شهر تقريبا ولا شهرين، المهم على حساب، و تقسي معاه، فهمتي، ويديك مثلا الطوموبيل ويعطيك التليفون تعيط للمالين الدار وشحال من حاجه. المهم واش عندك شي واحد هنا اللي غيتكفل بك، ماشي غير شي واحد صاحبك يبقى يقول لك لا جي راه غادي ندير غادي نفعل، وفي لافان تجي تطيح في المطار ما كاين والو. المهم انت بينو بين وبين راسك فكر مزيان، جاوب يس ولا نو تاني. والسؤال السادس، السؤال السادس يعني اذا ما عندك شي واحد يتكفل بك، واش السؤال السادس، واش عندك القرمومه، واش عندك الصف، واش عندك البينجا المهم واش عندك الصرف، يعني باش غتحط مثلا هنا، باش تحط هنا مثلا، ترى مثلا جيتي مثلا فيزا سياحه ولا جيتي عمل، واخا جيتي تاع عمل راه ما غاديش يعطيوك الصالير في النهار الاول، ضروري تخدم واحد الشهر عادي يعطيوك الصالير، يعني في داك الشهر غادي تكون مثلا انت كتقلب على خدمه ولا ديجا انت خدام، فهمتي. واش عندك شويه ديال الفلوس باش تصرف على راسك، ماكله، ترونسبور، ما عرفت انا، السكنه، اي حاجه، الانترنت، تعيط للمالين الدار، المهم المصاريف ديالك. واش عندك شويه ديال الفلوس فاش غتهبط مثلا في المطار في دبي ولا في ابو ظبي ولا في اي بلاد مشيتي ليه، يكون عندك شويه ديال الفلوس. انا قلت لكم مثلا جيتي مثلا شهر فيزا شهر، يقدر على الاقل تكون عندك واحد 6000 درهم مغربيه ولا ما يعادلها من الدولار ولا الاورو، نهار فاش غتحط في المطار يكون عندك 6000 درهم مغربيه ولا ما يعادلها من الدولار والاورو باش تقضي بها حتى تسقي راسك حتى تلقى خدمه حتى تسكن حتى دير حتى تفعل. المهم انت جاوب عاوتاني يس ولا نو. ومشي لكم اسيدي السؤال السابع، واش
عندك القدرة ديال الاندماج، هذه مهمة وأسئلة كاملين مهمين. واش عندك القدرة ديال الاندماج؟ يعني الاندماج كيفاش؟ مثلا جاي انت لهنا، جاي راه ما غاديش تلقى، واخا دولة عربية دولة إسلامية، ما غاديش تلقى بنادم، العرب راه قلال وحتى المواطنة قلال، فهمتي؟ تلقى مع هنود، مع النيباليين، مع السريلانكيين، مع الفلابنا، مع بنغلاديش، باكستان، افغانستان، اوزباكستان، روسيا، المهم راه في هذه البلاد هذه راه عايشه 290 جنسيه. يعني واش انت عندك القدره ديال الاندماج مع دوك الجنسيات والثقافات والديانات المختلفه؟ يعني مثلا انت مثلا خدام في شي شركه، ولا خدام في شي اوتيل، ولا خدام في شي لعبه، وساكن مع مثلا هنود، ولا ساكن مع ولا خدام مع هنود، المهم خدام مع شي واحد ماشي مسلم ولا ماشي عربي كاع، فهمتي؟ واش لا الله اكبر، يعني راه كنقول حقيقه. واش عندك قدره الاندماج؟ هذه مهمه. يعني مثلا انت جاي كما قلت لك ساكن مع هندي كيعبد شي حاجه الاصنام، ولا ما عرف كيعبد الشمس، ولا ما عرف كيعبد البقار، المهم واش عندك انت النفس ديالك كيخليك تعيش مع دوك الناس؟ وحاجه اخرى، واش عندك القدره تغرب، فهمتي؟ تجي الشهر الاول الشهرين الاولى تفكر في الوالده، تفكر في الوالد، الاصدقاء، المغرب، ولا في اي دوله في مكان، المهم واش عندك. المهم السؤال، انا السؤال السابع، واش عندك القدره ديال الاندماج؟ جاوب تاني يس ولا نو. ومشي وسيدي للسؤال الثامن، واش عندك قدرة ديال التحمل؟ قدرة التحمل فاش؟ راه فاش اين فوا تحط في المطار، اين فوا تهبط تلاندي في المطار، تخرج من المطار يضرب لك داك الشوم، داك الشوم ديال 45 درجة والرطوبة 50% ولا 60% ديال الرطوبة. واش عندك، واش عندك القدرة ديال التحمل؟ يعني مثلا انت جاي خدام مثلا في الشركه ولا شي لعيبه، يقدر يصيفطوك مثلا، ما عرفت انا خدام شاف شونتيي كتبني دار، كتبني عماره، يقدر يصيفطوك من مدينه لمدينه، يقدر تولي مثلا مندوب مبيعات، تحول من مدينه لمدينه، المهم الحراره يعني ضعف الايمان في الحراره في الشهور، انا ماشي الصيف 40 درجه، ما تنزلش ل 40 درجه، والصيف راه دابا شهر 7 راه دابا وصلت 48 50 درجة، والرطوبة ما عرفت 70 ولا ما عرفت 60%، يعني راه بوك، راه تي راه شوية وفهمتي القرياد وصافي. المهم واش عندك القدرة ديال التحمل؟ السؤال الثامن، جاوب عاوتاني يس ولا نو، قيد فرقة من بعد نعطيكم النتيجة والخلاصة. و السؤال التسعود، السؤال التاسع، ذا ناين كويشن، لا الكويشن نيميرو ناف. واش كنهضر بلونجلي؟ Do you speak English؟ واش عندك لونجلي؟ لونجلي مهمة بزاف، كتعطيك الحظوظ تلقى خدمة مزيانة. يعني هاد الأسئلة كاملين مرتبطين، مثلا الإكسبيريونس و الدبلومات و لونجلي، هادو مزيانين إلا عندك كاملين، يعني عندك الحظوظ تلقى خدمة بسهولة وما تكرفش و تندمج. يعني في لونجلي مهمة، ما كتح... نقول لك ما كايناش العربيه قليل، فاش كتلقى شي واحد عربي على برا، شي واحد مثلا مغربي، سوري، جزائري، لبناني، ما عرفت شنو، وهو ما... اصلا هو ما تعرفوش واش عربي، راه في شكل هما لبنانيين والاردنيين والسوريين، في شكل كيبانوا بحال الكوار، تهضر معاه بالانجلي. الا ما عندك لونجلي ما عندك والو، تشد الطاكسي خاصك لونجلي، تجي تقلب على الباص خاصك لونجلي، تجي تروتين الخدمه لونجلي، قليل فاش كتلقى 1% فاش كتلقى شي واحد عربي، لا عندك شي زهر. المهم انجلش انجلش انجلش، هذه مهمه بزاف. المهم لونجلي مزيانه، ومثلا المهم باش ماشي نقول لك تولي استاذ ولا تولي بروفيسور في لونجلي، المهم باش غير تسلك راسك في الحياه اليوميه ديالك. مثلا مشيتي غادي مثلا مول حانوت، تقدا مثلا نعناع، ولا تقدا ما عرفت فرماج، باش تقول تقولها بالعربيه، اعطيني فرماج اعطيني نعناع، باش هو راه هندي ولا ما عرفت سريلانكي، باش ما عندوش العربيه، تقولها لي بلونجلي، يعني اضعف الايمان تكون عندك لونجلي شويه، فهمتي؟ تسلك بها راسك، فهمتي؟ هذا مكان. ومشيو للسؤال العاشر والاخر، واش انت اصلا بيطالي في المغرب؟ واش بيطالي ما عندك ما يدع الراحه والسياحه، كان غير القهوه
وسيبير ولا كورة وقهوة دار سياحة الراحة النعاس، يعني واش انت بيطالي في المغرب؟ جاوب يس ولا نو. مهم هاد الأسئلة العشرة اللي عطيتكم جاوبوا عليهم نعم لا يس نو وي نو. دابا نعطيكم الخلاصة، نعطيكم النتيجة. إلا عندك أكثر من خمسة نعم جي مرحبا بك، غادي ديباني راسك، غادي تسوفي راسك، غادي فهمتي غادي تلقى خدمة بسهولة، و يقدر تلقاها في سيمانة، يقدر تلقاها في 15 يوم، يقدر تلقاها في شهر. إلا عندك قل من خمسة نقول لك أخويا بلا ما تجي دابا، بقى تما، ماشي قلت لك ما تجيش كاع، بقى تما طور راسك. ما عندك لونجلي سير اقرا لونجلي، ما عندكش ديبلومات سير اقرا دير شي حاجة شد ديبلوم، ما عندكش الاكسبيريونس سير خدمة أخويا باش تطلع الاكسبيريونس ديالك. إلا ما عندكش الفلوس سير أخويا سلف ولا خدم، دمر على راسك، شد يعني دبر على فلوس باش ديباني راسك باش تجي هنا. المهم إلا ما عندك أقل من خمسة بلا ما تجي دابا، خليك تما حدا بابا وماما والعائلة فهمتي، وطور راسك، طور راسك فهمتي، طور قرا دير شي لعيبة. راه هنا ما كاينش، هنا ما كاين اللي يعقل عليك، هنا راه غتجي هنا، راه إلا ما عندكش هاد اللعيبات اللي قلت لك أنا دابا غتجي غتكرفص. صدق ما صدق ما تلقى خدمة، صدق ما صدق فهمتي ما تلقى فين تسكن، صدق ما عندك لا الفلوس باش ترجع، باش تقطع البي باش ترجع. ماشي كنكرههم انا في تهاجروا ولا كنكرهكم انا في تجيو الامارات، لا قلت لكم ديال عندك خل من ستة، بقى تما طور راسك باش تجي مرفوع الراس معزز مكرم مرفوع الراس، تقول انا كومبيتون عندي العباد ديالي غنمشي ندبر على خدمة وفرحان فهمتي، ماشي انا ما عندك والو مخلوع جاي مخلوع فهمتي. انا هذا الشيء عشته انا من التجربه ديالي الخاصه، ضربت انا تقريبا ضربت انا عام ونص دابا هنا، واخا ماشي شي تجربه الله بديت، ولكن هذاك الشيء اللي داك العام ونص داك الشيء اللي شت انا وداك الشيء اللي عشت راه بركه فهمتي. المهم بينكم وبين راسك جاوب على الاسئله فهمتي، وما بغيتكم تجيو تكرفصوا فهمتي، بغيتكم تجيو تخدموا وتخدموا على راسكم ودير علاش ترجع فهمتي. راه كاين شحال من مغربي هنا، ماشي غير مغربي، المهم جنسيات اخرين، انا غنهضر بصفتي انا مغربي، فيف لو ماروك ديما المغرب، لانني المغربي كنهضر ما بغيتش حتى كنشوف شحال من حاجه في السوشيال ميديا في الانترنيت، شحال من بنادم تيجي كيتكرفص تيضحكوا عليه النصابه والسمساره فهمتي، داكشي ما بغيتوش انا فهمتي، ما بغيتش انا نشوف باقي داكشي. ماشي علاش انا واخا نعاونكم معاه بالانفورماسيون فهمتي، ولا الى عندكم اي سؤال اي سؤال اي تساؤل حطوا لي في لتحت في الكومنتير لتحت، وما تنساوش لايك الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وسبسكرايبيو صابوني باش يوصلكم الجديد، يعني كل سيمانه كنلوح فيديو على حسب الخدمه حتى انا خدام. المهم ديروا سبسكرايب باش تسيبورتيوني باش حتى انا ندير لكم فيديوهات مزيانين، ولا عندكم اي سؤال حطوا لي في الكومنتير باش ندير لكم فيديو عليه ولا نجاوبكم في بريفي ولا شي لعبه. وما تنساوش تتابعوني في سميتو في انستغرام وفي تويتر، ولايكو لا باج ديالي في فيسبوك، راه غايبان لكم ديك اللعيبات ديال السوشيال ميديا، غايبان لكم هنا ولا هنا ولا هنا، المهم فليكر هنا في شي بلاصه غايبان لكم ديك اللعيبات ديال السوشيال ميديا. المهم تواصلوا معايا، وما تنساوش ديروا كما قلت لكم سبسكرايبوا لاشين ديالي في يوتيوب النايت اول، راه كما قلت لكم كنلوح فيديو كل سيمانه. والمهم طلعوا لي فروسكم، يلا شوفوا لي الاسئله جاوبوا عليهم، طلعوا لي فروسكم وتوحشكم بزاف، يلا بيس معكم بيبيس، السلام عليكم حتى الفيديو الجاي، يلا بسلام عليكم، باي بيس، باي باي.